النظام في أمريكا لما تطلع سيارة وتبي تطلع لك لوحات في شيء يسمونه ريجستريشن، المختصر كأنه استمارة، يعني إثبات لملكية السيارة واللوحات إنها باسمك. وأيضا لما تيجي تبيع السيارة لازم ترجع لهم اللوحات عشان تسقط الريجستريشن أو ملكية السيارة. الآن سلمتهم اللوحة وأداني هذه الورقة، الورقة طبعا هذه أرفعها الآن للتأمين عشان ألغي التأمين بطريقة نظامية وما يكون علي أي مشاكل. الآن جيت لشركة التأمين اللي أنا مأمن معاهم وراح ألغي التأمين بإذن الله. وبكذا ألغيت التأمين. الآن راح تجيني شيكين، الشيك الأول من الفترة المتبقية من الريجستريشن اللي قلت لكم عليه في الأول لما نزلت اللوحة، أما بالنسبة للشيك الثاني فهو المبلغ المتبقي من التأمين.